أصيب أكثر من 3 أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع حوالي الساعة 2 بعد ظهر يوم الثلاثاء في مدرسة في ولاية كولورادو بحسب وسائل إعلام أمريكية. وأعلنت السلطات المحلية القبض على 2 يشتبه في تورطهما في إطلاق النار. وكانت متحدثة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة دوغلاس التي تقع فيها المدرسة قد ذكرت أنه ربما يوجد مشتبه فيه ثالث.